السلام عليكم شباب بنات مصر الوطن العربي، معكم محمد السرنكاوي. النهارده في حلقتنا حارت عليكم مشروب واحد بس هيساعد ويساهم على تكبير وتسمين مرض الانوثه. قبل اي حاجه سامحنا بتاعتون دايما ما تنسوش انكم تعملوا لايك سبسكرايب وتفعلوا الجرس توصلكم كل فيديوهات جديده. يلا بينا نبدا الفيديو. الاهتمام بمرض الانوثه بقت من اولويات كل البنات وكل السيدات، وفعلا هم دايما بيحاولوا على قد ما يقدروا ان هم يهتموا بمرض الانوثه زي منطقه الصدر، الارداف، العضله الناعمه، منطقه الفخذ، او زي بقيه المرض الثانيه احنا عارفينهم، عشان خاطر يعني ايه يبقوا في شيب كويس او يبقوا في شكل كويس. وكمان برضو بيحاولوا ان هم يبحثوا عن ابسط واسهل المشاريب، ان شاء الله يكون حتى مشروب واحد بس يساعدهم على ان هم يوصلوا للنتيجه اللي هم عايزينها، بجانب التمارين الموجودة على قناتي او بجانب الوصفات الموضوعية اللي موجودة على قناتي برضو. وانا عايز اقول لكم نقطة مهمة جدا، وهي ان انتوا لو عرفتوا انكم تهتموا بالثلاث حاجات بنفس الوقت، زي يعني ايه التمارين، وصفات موضوعية، المشروب اللي انا حارته عليكم ان شاء الله في فيديو النهاردة. بس طبعا الثلاث حاجات دول مش معناه في نفس الوقت، يعني في نفس الوقت لا، يعني اقصد يبقى في نفس اليوم، ولكن هيكون بينهم فرق وقت، يعني مثلا ايه 3 او 4 او 5 ساعات. حلو قوي. وبرضو انا بوعدكم ان انتوا لو استمرتوا على الثلاث حاجات دول في نفس اليوم هتوصلوا للنتيجه اللي انتوا عايزينها في خلال 10 ايام او 15 يوم، ويوم ما النتيجه هتاخد منكم وقت هيبقى غالبا 30 يوم كحد اقصى. وبرضو عايز اقول لكم ان انتوا هتقدروا تهتموا بحاجه واحده بس من الثلاث حاجات دول، التمارين والوصفات الموضوعيه والمشروب اللي انا حارته عليكم ان شاء الله في فيديو النهارده. بس من قبل ما تعتمدوا على حاجه واحده عايز اقول لكم ان انتوا طبعا ان شاء الله باذن الله، يعني لما تمشوا على حاجه واحده بس من الثلاث حاجات دول هتوصلوا للنتيجه اللي انتوا عايزينها، ولكن هيكون بعد وقت طويل، يعني بعد شهر 2 3 ما نعرفش، عشان طبعا يعني ايه الحاجه الواحده بتكون بطيئه المفعول شويه، اما لو الثلاث حاجات دول مع بعض فالثلاثه بيكملوا بعض، وان شاء الله هتخليكم توصلوا للنتيجه اللي انتوا عايزينها في خلال 10 ايام او 15 يوم او كمان 30 يوم، لان زي ما قلت لكم الموضوع بيختلف من قسم لاخر. حلو قوي. برضو المشروب اللي انا هقول لكم عليه ان شاء الله في فيديو النهارده هيكون بيحتوي على حليب صويا. حلو قوي. طيب في بعض البنات وبعض السيدات بيكتبوا تعليقات او كومنتس في الفيديو بيقولوا يا كابتن احنا ما عندناش حليب الصويا، او احيانا ما بيبقاش متوفر او متاح في البلد او في المدينه او في اي منطقه احنا فيها، فازاي نقدر نعوض حليب الصويا اللي بيبقى جاهز عند العطار او في السوبر ماركت او في الهايبر؟ انا هقول لكم دلوقتي. مبدئيا كده هتجيبوا مثلا من عند العطار فول صويا، فول صويا بيبقى على شكل حب مدور كده، تمام؟ فول صويا. وبعد كده هتطحنوا فول الصويا ده عندكم في البيت، هيبقى على شكل باودر، ده اسمه باودر الصويا او بودره الصويا، تمام؟ طيب بعد كده بقى لو حليب الصويا مش متوفر عندكم هتجيبوا كوبايه بالحجم ده من حليب كامل الدسم، وبعد كده هتحطوا يعني معلقه صغيره من بودره الصويا. اهو انتوا كده بالظبط بقى عندكم حليب صويا اللي انا دايما بقول لكم عليه في كل الفيديوهات اللي فاتت. حلو قوي. وبرده لو انتوا قلقانين، محتاسين، محتارين، خايفين انكم ما توصلوش للنتيجه اللي انتوا عايزينها، انا احب اطمنكم ان مشكلتكم هتتحل، واعتبروها كمان انها اتحلت، لان ان شاء الله في فيديو النهارده انا هعرض عليكم مشروب واحد بس كبار جدا هيساعد على تكبير وتسمين مرض الانوثه عند كل البنات وكل السيدات. ودلوقتي نعرف مع بعض ايه هو المشروب ده. يلا بينا. من قبل ما اقول لكم على المكونات تبع المشروب اللي هيساعد على تسمين وتكبير مناط الانوثه عند كل البنات وكل السيدات، عايز اقول لكم ان انتوا لو حبيتوا انكم تجيبوا ورقه وقلم علشان تكتبوا كل حاجه انا بقولها مفيش اي مشكله، او كمان لو حبيتوا انكم تعيدوا فيديو من اول تاني برضه مفيش اي مشكله، دي حاجه ترجع لكم انتوا. والاهم من كده ان انتوا تركزوا معايا وتسمعوني كويس وتنفسوا كلامي بالحرف الواحد. حلو قوي. دلوقتي بقى مبدئيا كده انا هقول لكم على المكونات تبع المشروب. حلو قوي. اول حاجه هتجيبوا كوبايه حليب صويا او حليب كامل الدسم كبيره بالحجم ده، بالاضافه على كوبايه حليب كامل الدسم او حليب الصويا حسب المتوفر عندكم، معلقه كبيره من الشوفان المطحون، بالاضافه كمان الى معلقه كبيره من السمسم المطحون، بالاضافه كمان الى معلقه صغيره من الحلبه المطحونه، بالاضافه كمان الى الحاجه الاخيره معلقه صغيره من الفانيليا. حلو قوي.
المشروب ده هتقلبوه بشكل تقري او بشكل عقارب الساعة. ما تشربوش المشروب ده الا لما تلاقوا الحليب لونه بدأ يتغير. في الحالة دي مثلا هتلاقوا الحليب لونه بقى اوف وايت شوية، اوف وايت غامق كده. في الحالة دي مسموح لكم انكم تشربوا المشروب ده. وبرضو المشروب ده يعني عن تجربة او عن طريق ناس انا اعرفهم معرفة شخصية، قدروا ان هم بالذات يعني طبعا بنات وسيدات ان هم يكبروا ويسمنوا من مناط الانوثة عندهم في خلال 10 ايام او 15 يوم. واحيانا في بعض الحالات او بعض الفئات يوصلوا ل 30 يوم، لاني زي ما قلت لكم قبل كده يعني مش كل الاجسام زي بعض. ممكن البنت دي توصل في 10 ايام والبنت دي ممكن توصل في 15 يوم، يعني الموضوع بيختلف من قسم لاخر. حلو قوي. وانصحكم برضو ان انتم تشربوا المشروب ده 4 مرات في اليوم، يعني مره قبل الفطار او بعد الفطار بنص ساعه، والمره الثانيه بعد الغداء مباشره، والمره الثالثه اهم حاجه المره الثالثه وهي بعد التمرين مباشره، علشان مناط الانوثه اللي عندكم بتبقى شبه الاسفنج بعد اي تمرين انتم بتعملوه، فبتحتاج حاجه تمتص فيها، وبالتالي يعني يكون فيها فوائد كتيره جدا عشان خاطر توصلوا للنتيجه بتاعتكم في وقت قصير جدا. والمره الرابعه وهي المره الاخيره قبل النوم ب10 دقائق. وبعد ما قلت لكم على احسن وافضل واقوى مشروب هيساعد كل البنات وكل السيدات على تكبير وتسمين مناط الانوثه اللي عندهم في خلال 10 ايام او 15 يوم، احب اقول لكم ان انتم يا ريت تكونوا مكملين الفيديو من الاول للاخر، عشان لو فوتوا معلومه واحده بس مش هتعرفوا تطبقوا بقيه المعلومات. وزي ما قلت لكم انتم يعني الحليب الصويا لو مش متوفر عندكم هتجيبوا فول الصويا من عند العطار هتطحنوه عندكم في البيت، وبرده هتجيبوا كوبايه حليب كامل الدسم كبيره بالحجم ده، وهتحطوا جوه حليب كامل الدسم معلقه صغيره من فول الصويا المطحون، وبكده اصبح عندكم حليب صويا اللي بيبقى جاهز عند العطار او في السوبر ماركت او في الهايبر. حلو قوي. وبرده اهم حاجه ان انتم يعني تتحلوا بالصبر ويعني وما تستعجلوش على اي حاجه خالص، ويبقى عندكم الاستمراريه على انكم تفضلوا ملتزمين على المشروب ده لحتى ما توصلوا للهدف بتاعكم. حلو قوي. طيب دلوقتي احيانا بيجي لي سؤال من البنات والسيدات يقولوا لي يا كابتن طيب انا لما اوصل للهدف بتاعي افضل ماشي على المشروب ولا هوقفه؟ انتوا لو وقفتوا المشروب ده جسمكم هيقل تاني. فانا انصحكم لما توصلوا للهدف بتاعكم يا ريت تفضلوا مستمرين على المشروب ده، يعني مثلا مرتين او 3 مرات في الاسبوع ومره واحده في اليوم، عشان خاطر تبطلوا يعني محافظين على النتيجه بتاعتكم، وبالتالي جسمكم ما يقعش. وطبعا لو كان عندكم اي استفسار او اي سؤال عن اي حاجه علقوا كومنت تحت، وان شاء الله مش هتاخر عليكم. ولو كنتوا لسه بتتفرجوا عليا لحد دلوقتي فانا بجد بشكركم من قلبي، ها من قلبي، على صبركم ودعمكم ليا. وبكده بقى احنا خلصنا حلقتنا، مش احنا بتاعتكم دايما. اي حد عنده اي سؤال او اي استفسار ارجع له كومنت تحت، وان شاء الله هجاوب عليكم في اقرب وقت. او تقدروا تتواصلوا معايا على الفيسبوك او انستجرام، ان شاء الله مش هتاخر عليكم. ما تنسوش انكم تعملوا لايك سبسكرايب وتفعلوا كره توصلكم كل فيديوهات جديده، وكمان برضه بنفس الوقت ما تنسوش انكم تتفرجوا على كل الفيديوهات اللي فاتت عشان تستفيدوا منها. السلام عليكم.